أنا كنت في يوم من الأيام أستاذ أحمد كنت مدرسة ومدرسة تربية إسلامية، وأتذكر في يوم من الأيام يعني كنت أدرس طالباتي مادة اللي هي موجبات الغسل من المواد يعني في التربية الإسلامية موجبات الغسل. فتبين لي أن كثير من المدرسات ما يشرحون الـ يعني ما هي الـ الـ الأمور التي توجب الغسل. من ضمنها عاد حاطين في الكتاب شو الاستمناء باليد مكتوب الاحتلام بس الجنابة دون توضيح ما دون هو توضيح. فهذا الشيء يحتاج من أول شيء توضيح. فأنا أقول ليش؟ لأن كثير من الشباب في هذا السن اللي هو سن 12-13 سنة بداية سن المراهقة يتعرضون من ممارسات جنسية اللي هي تسمى العادة السرية. العادة السرية لما آتي أنا أشرحها كمدرسة لطالباتي لازم أشرحها شو معنى. تقولي طيب شو معنى الاستمناء باليد؟ فلازم أنا أوضح له يعني بعض الشيء اللي هو ممكن يعني تستوضحه البنت أو الشيء الثالث سبحانه والقصة الثالثة واللي هي كانت أكثر يعني أصريت على أني أنا أكتب مثل هذا الكتاب. وأنا لعلمك يعني هذا الكتاب بترى يعني اختزل كثير اختزل لأنه طبعا العادات والتقاليد أكثر من 200 صفحة وايد اختزل يعني. السبب الرئيس أن عندي يعني صديقة من الصديقات، وهذه الصديقة من الصديقات يعني كنت أعتقد يعني ما شاء الله على علمها ومعرفتها وثقافتها وشهاداتها أن تكون يعني بهذا الشيء أصلا هذا الشيء عادي عندها يعني ممكن يكون عادي عنده. لكن وجدت أن بحكم العادة والتقاليد والأسرة اسم الأسرة رفضت أن هي تمتع زوجها يعني في كون أنه هو لباس هي لباس له وهو لباس لها. فكانت تعتقد بس أن المعاشرة الجنسية أو الزوجية هي فقط اتيان المرأة من قبولها فقط دون تلذذ يعني مثلا بقبلة باحتضان يعني مثل ما نقول يعني بيد الإنسان يعني بأصابع بأطرافه بلسان بهذه الأشياء. فكانت يعني سبحان الله طلب منها زوجها هذا الطلب وقالها أنا أتمنى أنك تأدي لي هذا الشيء لأن أنا جسمي حلال عليك وأنت جسمك حلال علي يعني ما في شيء اسمه حرمة إلا في الدبر فقط. فهي قالت لا أبدا أنا ما أوطي رأسي أتي بما حرم الله. فلما أتتني وسألتني في هذا الموضوع قلت لها هذا ما حرمها الله سبحانه أن تقبل المرأة يعني عضو الذكر عند الرجل هذا ليس يعني بحرام يعني أن يكون منها مثلا مداعبة لها وبلسانها هذا ليس بالحرام إنما هذا مما أحله الله فهذا هن لباس لكم وأنتم لباس. قالت أبدا والله ما أوطي رأسي له. فقال إذا ما فعلتي هذا الشيء بتكوني أنت طالق. وفعلا اليوم الثاني ما فعلته يعني رفضت اليوم الأول ورفضت اليوم الثاني فكانت ورقة الطلاق موجودة على المكتب. يعني إذن الموروثات الاجتماعية التي زرعت فيها ذلك يعني دمرت حياتها كما نقول رغم أن هذا مقبول شرعا واجتماعيا ما في. فهذه القصص الثلاثة التي كانت يعني قد دعتني لكتابة مثل هذا الكتاب وغيرها يعني كثير لكن تركيزي كان على القصص الثلاثة. يعني هذا ما دفعك لأن تطالبين بنشر الثقافة الجنسية؟ نعم صراحة مهمة جدا. يعني تعتقدين أنها تحول دون أو تمنع كثير من حالات الطلاق مثلا أو بعض مش بتمنع يعني مش تمنع أنا أقول النص بتمنع ثلاث أرباع حالات الطلاق.